كولر ادار المباراه وتلاحظ يا كابتن في حاجات مهمه جدا، ان انت عندك 8 عناصر اساسيه غايبه عن تشكيله الفريق. نعم. 8 عناصر اساسيه مش مجرد لاعب بديل. الراجل اشتغل وقال لك ان انا مش هشتغل على جزئيه ان انا عندي لاعبين. لاحظ يا كابتن ان الراجل بدا بتشكيل، يعني في لاعب زي خالد عبد الفتاح انت لسه جايبه من سموحه، دي اول مباراه يبدا اساسي، خد مباراه سموحه في كاس مصر جزء صغير منها، بدا المباراه وانت ما عندكش ولا لاعب في خط الدفاع باستثناء رامي ربيعه. كله يا مصاب يا موقوف، بدا بخالد عبد الفتاح مساك. كل دي حاجات بتجبرك. الراجل ادار المباراه، الشوط الاول ما كانش بالمستوى اللي احنا متوقعينه، الراجل غير تغييره تدل ان هو دارس الماتش كويس جدا وبيشتغل كويس جدا وعارف امكانيات لاعبته. خلى محمد مجدي قفشه يرجع يبقى ديفندر، وحمدي فتحي اللي يقوم بالدور بحيث ان ما حدش الرقابه كلها كانت على قفشه، خلى حمدي فتحي اللي يتقدم، وده اللي يفسر ان ازاي حمدي فتحي كان شريك في الثلاث اهداف اللي جابهم. فوائد المباراه دي يا كابتن فوائد كتيره جدا. اولها اطمنت على صفقاتك الجديده. الروح المعنويه يا كابتن، او الروح اللي بقت بين اللعيبه، لازم ناخد بالنا من لقطه خروج محمود كهربا. محمود كهربا هو المهاجم اللي بيلعب مكان محمد شريف. ركز في اللقطه، ومحمود كهربا خارج، محمد شريف اللي داخل كهربا بيقول له هتسجل وتجيب جون. بص كهربا بيحتفل مع محمد شريف بالخمسين هدف. الروح دي يا كابتن هي اللي بتجيب بطولات. الروح صحيح. دي اللي كانت في الجيل بتاعكم لو حضرتك تفتكر صحيح. هي الروح دي اللي كانت بتجيب بطولات، وهي دي الحاجات المطلوبه في النادي الاهلي، ان تلعب بروح. جزئيه ان الناس بتحتفل، دي مباراه بثلاث نقط. مباراه بثلاث نقط. كابتن سعد حفيظ امبارح كان ليه تصريح حلو قوي، قال لك احنا مش هنخدع بنتيجه المباراه. فوز مع المنافس التقليدي الزمالك، فوز بنتيجه كبيره. بص النقطه دي يا كابتن، دي الروح اللي بتجيب بطوله. في حاجات صغيره، تفاصيل صغيره، دي الروح اللي تجيب بطوله. اللقطه دي بص هتجيب جول. وهو المهاجم الناس بداله. كابتن سيد قال لك احنا مش هنخدع، احنا كسبنا الزمالك سنه عدت خمسه بس خسرنا الدوري. صحيح. فلازم نشتغل على جزئيه ان احنا من نتجاوز سلبيات اللي حصلت السنه اللي عدت. عشان كده بقول انها بدايه. بدايه. مش نهايه المطاف. خلي بالك انت بينك وبين المركز الثاني 4 نقاط مش 8. ايوه. لان الحته دي مهمه جدا. بالظبط. فبالتالي انت اللي هو فيوتشر المنافس ليك. لكن انت دلوقتي فيوتشر هو اللي في المركز الثاني. ثم بيراميدز في الثالث والمقاولين في الرابع. لكن دائما ما يكون الزمالك هو الاقرب الحقيقه. بالزبط. لكن انا بتكلم حاليا دلوقتي لا.